إذن هكذا متابعينا الأعزاء مشاهدينا الكرام في كل مكان، التواصل يستمر، التحدي يستمر هنا مع هذه الأشواط ومع هذه الأجواء الاستثنائية، الأجواء الضبابية هنا متابعينا الكرام. نأتي مع شوطنا السادس هنا مشاهد الأعزاء للمهجنات الأصايل وستة كيلومترات صدارة هذا الشوط. المركز الأول، القيادة الأولى في هذا المسار وهذا التحدي. هناك أيضا أشكرش لمحمد بن عوض بن طويرش العفاري من يتواصل في هذه اللحظات، بينما ثاني التحديات وثاني الانطلاقات هناك الظبي عبد الله بن سالم بن ثعلوب الدرعي، بينما هناك الوصول وهناك الغدوم في هذه اللحظات من الظبي المبارك بن محمد بن عكاري العامري، بينما هناك الدخول والتواصل متابعينا الكرام. يأتي في هذه اللحظات ويتواصل هناك أيضا شعار العثب الخزع بالعثب الهركي العامري، يتواصل في هذه اللحظات من خلال تواصل الهائلة بأدائها وأيضا تواصلها وتواجدها في هذا المسار، بينما هناك القدوم والتواصل على سادس الأسماء. هناك القدوم أيضا من مرضية سالم بن مبارك بن نصيب العفاري، يأتي في هذه اللحظات على سادس الأسماء. أيضا المركز السابع، إذا نتأخر هنا ونرى القادمون على سابع وثامن الأسماء في هذا التحدي وفي هذه المنافسة متابعينا الكرام. هناك الوصول والقدوم في هذه اللحظات من الصايلة لمحنة بن محمد بن محنة العامري، يتواصل في هذه اللحظات من خلال هذا المسار والتحدي والمنافسة. هكذا هي نتيجتنا متابعينا الكرام للأسماء المتواصلة والمتواجدة في هذا المسار. عودة للمركز الأول، I'm not afraid to die.
عودة متابعي الكرام إلى دائرة المنافسة هنا مشاهد الأعزاء. أشكرش على الصدارة لازالت قائدة لهذه الأسماء محمد بن عوض بن طويرش العفاري. يأتي هنا ثانيا أيضا شعار بن ثعلوب عبد الله بن سالم بن ثعلوب الدرع يقدم لنا الظبي من خلال هذا المسار. هنا الوصول، هنا القدوم من الهايلة العثب الخزع بالعثب الهركي العامري يصل في هذه اللحظات مع الهايلة في هذا المسار وفي هذا التحدي وفي هذه المنافسة مشاهد الأعزاء متابعينا الكرام. بينما هناك الوصول على رابع الأسماء يتواصل مع مرضي سالم بن مبارك بن نصيب العفاري قادما في هذه اللحظات متواصلا بهذا الأداء. رباعية رائعة، رباعية ما شاء الله، ما بين شعار أيضا بالهركي، ما بين شعار بن ثعلوب، ما بين شعار بن طويرش، ما بين شعار أيضا هناك سالم بن مبارك بن نصيب العفاري أيضا قادم في هذه اللحظات مع مرضية. ولكن الهائلة الهائلة هنا متابعينا الكرام والستمية متر الأخيرة هنا التي تفصلنا عن خط النهاية عن الفوز والانتصار. ما شاء الله الهائلة الهائلة عصاتها في الأبطان لحظات الأوامر ما شاء الله تبارك الرحمن. هذه الهائلة هذه الهائلة كعوائدها دائما كعادتها دائما مع الانتصارات. هذه الهائلة نعم بالفعل تتقدم في هذا المسار كعادتها دائما كعادتها وعوائدها بالفوز والانتصار. ياتي في هذه اللحظات يتواصل بوسعيد العثب الخزع بالعثب الهركي العامري هنا مقدما لنا الهائلة بأدائها الهائل بانطلاقتها الجميلة. سلام بوسعيد سلام، تهانينا لمالك الهائلة العثب الخزع بالعثب الهركي العامري. وسلام بوسعيد سلام، اسعدت صباحا. المركز الثاني كان الدخول وكان الوصول من الظبي عبد الله بن سالم بن ثعلوب الدرعي. المركز الثالث كانت هناك مرضي سالم بن مبارك بن نصيب العفاري. المركز الرابع كان الوصول ايضا من اشكرش لمحمد بن عوض بن طويرش العفاري. خامسا كان الوصول من الظبي لمبارك بن محمد العكاري العامري. اذا تهانينا وناموس لمالك الهائله والعثب الخزع بالعثب الهركي العامري. التوقيت الزمني كان ايضا 9 دقائق 35 ثانيه 12 جزء من الثاني. تهانينا والناموس.